أنا بلال السيد، طالب كلية تمريض، مرحلة رابعة من مدينة الموصل. مسكت الموبايل وبعثت طلب صداقة لمجموعة من الأشخاص على الانستغرام، من ضمنهم بنية من المملكة المغربية اسمها فاطمة الزهراء. فكنا أنا وياها أكثر شيء على تواصل عن موقع التواصل الانستغرام. تعرفت عليها وسبحان الله تعلقت بيها وهي تعلقت بيها بصورة غير إرادية. كأصدقاء تعرفنا على بعضياتنا، صرنا نحكي كثير، يعني يخبرني تفاصيل حياته وأنا كذلك. يوم من الأيام تعرفنا أنا وفاطمة إنه اثنين نحب بعض، فبدأت علاقة الحب بيناتنا. بعد إكمال دراستي بكركوك رجعت لمدينة الموصل، قررت إنه أخطب فاطمة. طرحت الموضوع على والدي ووالدتي، جلست قعدت وياهم. بالبداية رفضوا، بعدين شوية شوية شرحت لهم من داخلي وقلت لهم أني هاي البنية رايدها بالحلال. وافقوا على الموضوع وأبوي قرر إنه يساعدني. اتصلت بوالد فاطمة، خطبت فاطمة منه، قال لي يرد لي الخبر بعد 7 أيام. رد لي الخبر الحمد لله وافق، فصار لي حافز أقوى إنه أجيبها وأتحدى كل شيء. هذا المطار وصلنا المطار. والحمد لله والشكر قدرت إنه أجيبها للموصل، واليوم الحمد لله والشكر هاليوم أنا وفاطمة موجودين بالموصل، وإن شاء الله منتظرين فرحة تخرجي وفرحة ابننا اللي جاي إن شاء الله على الطريق.